بس واتس اب اند ويلكم باك تو ا نيو يوتيوب فيديو. انا الصبح ما كثير بحب احكي وهيك، ففقت عملت ماسك مثل ما شفتوا، رتبت تختي، سقت زريعات وهالامور كلها، وهلا عملت ماي ايس كوفي وتليت كل كنستي بعدها جديده اول لبسه. ف مبلشين تمام. هلا الساعه 6 وشيه، بدي اشيل الماسك وهيك، وما كثير بدي احكي يعني بالانترو واخبار، فانه يا ليتس جيت ستريت انتو الفيديو. حسيت كانه الماسك حياخد سنه لينشال، لانه عن جد قعدت ساعه بالحمام كثير، يمكن لانه كنت مسمكيت وما بعرف. anyway هلا بدي اعمل ماي سكين كير روتين، ما بعرف شعري صاير بس اتحمم عم ينفش كثير فما عم طيقه، فعم بضطر اتحمم يوم اي يوم لا، بس انه وات ايفر. اوكي اجمالا صرتوا بتعرفوا ماي سكين كير روتين اللي هي اورديناري مويسترايزر سان سكرين، واذا بدي بحط احيانا من هيدا ال هو مثل مي ورد والوفيرا والاخبار. فاليوم ححط منه سنس عم باي ماي فول سكين كير روتين، بس اجمالا عم بحط 3 برودكتس لانه ما بقى لي خلق احط شيء صراحه مثل قبل. فا ام مساجنج لماي فيس بهولي جيبيتهم انا من عند شي ام، بس الاصليات بعتقد بيجوا كريستلز مثل مثلا هيدا الكريستال اللي هونيك بيجوا هيك، فاكيد احسن من هولي. يعني هولي بس بعتقد مساجنج ما بعرف هيك بعرف. راحت الكهرباء هلا، ام جورنالينج، وهلا بدي اعمل ماي تو دو ليست وبلانينج وهالاخبار كلها. بكره بس تروح الكهرباء كثير، بس بتذكر اخر فيديو عملت لكم اياه كان عن جد وقتها ما كان في كهرباء اصلا من الصبح، فهلا في كهرباء انه استفدنا من عرفته، يعني انه الجو كان غير، كنت قادره اقوم وكذا واتشجع لانه كان في كهرباء. anyway welcome to Lebanon. هلا رح اقعد اعمل قلت لكم شوية بلانينج وهيك، عملت جورنالينج وكثير عم حب كل يوم عم بعمل جورنالينج هالمرة، عن جد ما عم كذب عليكم، ما تفكروا مثل هو اللي بفنصه، بس صار لي 1 ويك على الأقل كل يوم عم بعمل جورنالينج وكل يوم عم بقرا بهيدا الكتاب اتوميك هابتس، عم بيساعدني تو بيلد اب نيو هابتس، وشوي شوي بركي بتطور اكثر عرفته، بصير اقدر اقرا اكثر. انه عم بمشي هلا انا كيف بعرف، لانه ما بدي اول دوز وقف. We'll begin in a wide leg chest. Just did some yoga. عملت يوغا وعملت ورك اوت ونمت شوي كثير، والتهيت كثير على نتفليكس لانه عم بحضر ذا فامباير دايريز، بصراحة it's so addictive I can't stop watching it، يعني I'm being so unproductive. بس انه هلا حنظبط هالشيء، لازم اغير ماي يوغا، ما قلت لما بلشت منتزع. anyway ايه، وبدي اغير ماي اوتفيت وغير شعرات، غير اللوك كله لانه ما بيقطع ابدا. I hate wearing leggings خاصة بالصيفية. I'm gonna change my outfit, change the look and I will be back for you guys. غيرت ماي اوتفيت، لبست هيدا التوب مع هيدا الشورت اللي لبسته كنت الصبح. هلا بدي رتب ماي روم. اوكي ام سو هابي انا خلصت اليوغا وكم شغله كان عم بعمل خلصها، هلا صار وقت الجديه، يعني بعد عنا هالستب بنبلش وقت الشغل وهيك. صراحه كثير انبسطت لانه لحقت اعمل كثير اشياء، وهلا الساعه 12:30 ف which is so good. ويا حتى جمعه حنرتب اوضتي، عندي ذات فلاورز بالاوضه. That's my outfit, shorts مع هيدا التوب basic. ايدي كتير عم توجعني، حطيت لها مرهم بس كتير عم يحرقني هلا، بس صفا. anyway رتبت اوضتي وحورجيكم اياها، و yeah I guess that's it لهالفيديو.
حتى لو عارفة انه ما حقدر لمحال انه باقي بالبيت وهيك، بس بلكي I got motivated more انه اشتغل، لانه هيدا الشيء كتير عم بخوفني. بس فكر بالشغل عم بتوتر وهيك، فما لازم اتوتر، لازم احب الشيء اللي عم بعمله لانه انا قادرة اعمله وشاطرة انا عم بعمله. فايه طب كتير خفيف حيكون، حط بلاش، هيدا البلاش من عند شي جلام واتس ماي فيفورت صراحة، طلبت واحدة تانية لانه حسيتها قربت تخلص، مع انه ما بحسها بتخلص ما بعرف. او ححط هايلايتر، هيدا هو اجمالا ماي ميك اب. عندي هايلايتر من شي جلام بس صراحة ما كتير بحبه لانه كتير حسيته قوي، يعني بعدني ما بعرف كيف بدي احط منه. ذاتس ات، كل فيديو ما بعرف ليه على طول بنسى احط البلس. Top and jewelry done. هلا بدي اخذ ماي فيتامينز. ما تنسوا تاخذوا your vitamins. عندي هلا واحدة بس. ما في على الشوب حسيتهم دايبين ادويتهم. Yes guys, I think that's it for today's video. Thank you so much for watching. بعرف انه a little bit boring انه صرتوا عارفين ماي روتين وهيك، بس انا انبسطت فيه على الساعة 5. هنا هول الأشياء اللي بدكم تعملوها وأنا عم حاول أعملها literally كل يوم، عم حاول يكونوا هابت عندي. حكيتكم منيح هالمرة وعطيتكم بحس شوية motivation، وبعرف إنه my videos تقريبا شوي مثل بعض، بس إنه هيدا الشيء بيعني إنه هيدا reminder إنه you got this وفيكم تعملوا هالشيء، وأنا أكيد مش كل يوم نفس الشيء، بس I'm trying my best إنه يكون كل يوم مش مثل بعضه لأنه حيكون boring، بس إنه حجرب هول ال small steps أعملها وأعمل like 5 minutes من كل شيء. وما كتير كمان اضغط حالي، يعني اذا ما بدي اعمل هالشي ما اعمله. اليوم I didn't feel like reading I won't read صراحة، حجرب بالليل، حجرب بالليل actually انه اقرأ لو صفحة واحدة. Don't forget to follow me on my social media Anessa Dia و Anessa's World اذا بدكم تشوفوا jewelry للسمر وهيك. Yeah, adios mimigos, bye bye.